وهذه هي الحالة مشاهدينا سنتابعها، أثارت جدل كبير، حتى فريق يونغ أفريكانز احتج كثيرا على الحكم الموريتاني. سرعة الكرة، صعب كابتن هيثم أن تحدد، دخلت لكن الكرة لم تدخل بكامل محيطها. طيب خلينا نقول حاجة هنا أمين، بالعين المجردة استحالة تقول هدف، لأن صحيح. أنت لو قلت هدف هتظلم ماميلودي سانداونز، ولو قلت مش هدف هتظلم فريق يانج افريكانز. ففي اوروبا وفي انجلترا وفي الشامبيونز ليج في جون لاين تكنولوجي، لما الكره تتجاوز خط المرمى بكامل تدويرها في ايد الحكم الساعه بتدي له تنبيه ان الكره تجاوز. في كرات كتيره جدا شفناها في الدوري الانجليزي تقول ايه ده كره هدف، وبعدين تفاجئ بالجون لاين تكنولوجي انها لمسه الخط. فكره صلاح في مانشستر سيتي قبل كده كرات عديده جدا، وفي كرات تقول ايه ده هو ازاي الحكم صفر هدف، وتشوف العاده تلاقيها عدت بكامل تدويرها. فانا الحقيقه بحيي طاقم بي ان سبورتس، لان التقنيه دي والخدمه دي كانت صعب تشوفها في اي حته تانية. وكتير جدا في الدوريات الاوروبيه شفنا قبل كده كارلو انشيلوتي بيستعين ببي ان سبورتس، بيقول في قناه بي ان سبورتس اثبتوا صحه الهدف او عدم صحه الهدف. نفس الشيء بالنسبه ليورجن كلوب، لان دي اثارت العديد من التساؤلات والجدال. كره جدليه مليون في الميه، بالعين هتقول هدف، انما بالتقنيه هدف. انا بالنسبه لي انا هدف، ما الكره ما تجاوزهاش بكل محيط. هذا القانون، هذا القانون لازم يتغير، وهما يغيروا في القوانين لمصلحه الاهداف والفرجه، صح ولا لا؟ لاحظوا ان في العشر سنوات الاخيره يحاولوا ان يحسنوا مستوى الهجوم والتهديف، يعني كوره تقريب شنو هي؟ يصير نص الكوره اذا تجاوزت نص، شوفوا تدخل شوفوا دخلت، يعني شيء قليل جدا. ان شوفوا الكوره كلها تقريب مش ثلاثة ارباع، اكثر من ثلاثة ارباع داخل المرمى، ويقول لك لا مش هدف. بالعكس هدف ممتاز وعالم بالنسبة لي، لكن أنا أعتقد مصلحة الكرة أن هذا بالنسبة لي أنا هدف، نعم، مش حتى تدخل الواحد كله. عموما هذا هو قانون كرة القدم ضمن النتائج المسجلة. كان مارسين فانجيري غيرنا، مارسين فانجيري والمسؤول هيدخلوا في نقاشات أخرى بتاعت ما دام عندنا الفار لا ما دام عندنا الفار تو بل لا صعب بل مع الحكم صراحة صعب تو عندك الفار، تقنية الفار، وعندك اذا دخلت 3 4 خط المرمى خلاص. نعم. بس احنا يخدموا للفرجه والاهداف باش الجماهير تتفرج، اوكي هذه من الفرجه والاهداف تشجع. برايك القانون يكون ربما اذا دخلت نص الكره يحتسب هدف.